وبنسميها تشكيل لفريق عمل لتقصي والمرور لمحطات المياه. وانا اقف عند النقطة دي كمان، وطبعا زميلي معالي وزير الاسكان هيتكلم فيها افضل مني بكتير، علشان دي نقطة مهمة ان احنا نوضحها. مية النيل اللي جاية عبر روافدها من كل الدول اللي قبلينا، في نظام لحوكمة والكشف والاطمئنان على مياه النيل تشترك فيه اكتر من وزارة. وزارة الري والموارد المائية بتاخد عينات من السد ومن البحيرة بشكل يومي واسبوعي حتى تطمئن على المياه عند وصولها الى الاراضي المصرية، وبمعامل متقدمة جدا، وتستطيع انها بتطلع تقارير وتقدر تعمل معالجات اذا في اي شيء. ويعني مرينا بحاجات زي كده كثيرا. ثم المية دي بتروح على محطات المعالجة اللي بتبقى في عهدة وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللي بتجري عمليات من المعالجة لهذه المياه، وعمليات أيضا التحليل الدوري والكشف الدوري والمعملي في بشكل يومي في هذه المحطات حتى تطمئن عليها. ثم يأتي دور وزارة الصحة انها بتجرى كل الاجراءات الخاصه بالكشف المعملي والتحاليل عند خروج المياه من محطات الشرب او محطات المعالجه الى الشبكات الداخليه للمنازل. وطبعا في نص الكلام ده كله وزاره البيئه بتعمل في امور كثيره ما حول هذه المحطات، وزاره التنميه المحليه من خلال المحافظات. فاذا هناك منظومه معقده جدا للاطمئنان على كل نقطه ميه حضرتك بتشوفها في الحنفية اللي بتنزل قدامك. ده في الأمور الطبيعية اللي ما فيش فيها أي تجاوزات أو ما فيش فيها أي مشاكل في الإنشاءات أو في مشاكل في البنية التحتية، زي ما هنتكلم مع من خلال زميلي معالي وزير الإسكان.